السلام عليكم. اليوم بتكلم لكم عن خلطة رهيبة رهيبة لتقوية المناعة. شو الإنسان اللي دايم يتعب، هو ضعيفة المناعة ضعيفة، عندهم إنفلونزا، عندهم تقرحات بالفم، هزال، ضعف الجسم، وهذه الخلطة راح تفيدكم. أول ناخذ نص كيلو من العسل الأصلي، ناخذ ملعقة من بذور السمسم، ناخذ ملعقة من الحلبة، ملعقة من الحلبة وملعقة من بذور الشيا، وناخذ ملعقة صغيرة من حب الرشاد، وملعقتين من أم الكركم، كل شيء ملعقة. ناخذ العسل نحطهم مع العسل، نخلطهم، ناخذ ملعقة صغيرة صباحا وملعقة صغيرة مساء. راح تشوفون هذه الخلطة راح تقوي مناعتكم وتفيدكم بإذن الله. فلا تنسوني من دعاكم، جزاكم الله خير، وتتابعوني باليوتيوب وبالتوك توك وبالسناب وبالإنستغرام. جزاكم الله ألف خير.